بقول لكم ايه، انا عايز اشوف تابلو بعد اذنكم لو سمحتوا. هو يا ترى هل ترى هنبقى جاهزين بحق؟ اه لسه. بالمناسبه انا دايما بقعد اتصور هو ازاي بتلحقوا تغيروا الازياء بتاعتكم؟ تدريب في دقيقتين نغير كامل طول اللبس عمري بسال السؤال ده، تدريب لوحده. تدريب لوحده. وبعدين الحكايه دي بقى اثمرت دلوقتي ان هم يعني في حياتي العاديه، يعني انا لاولادي مثلا يلا هنخرج، كل واحد دخل اوضته. انا طب انت بالنسبه لك غيرت مفيش صبر اللي هو يعني ايه هتقعدوا نص ساعه تلبسوا هدوم؟ لا هو اللبس انا كده. بلبس في 90 ثانيه 120 ثانيه لا وبعدين بنلبس كاني طالع مسرح، يعني انا وشي مظبوط، شكلي مظبوط، حاطط برفاني جاهز في ال 120 ثانيه دول. وممكن نعمل مكياج في الدقيقتين كمان دول، كمان مكياج. انا كنت زمان طبعا كنت زمان حد في البيت لا خلاص بيبقى تعود، لا تعود تعود بيبقى تعود سرعه في كل شيء. كان في شنب المفروض بنعمله في رقصه العرقسوس اوكي بالكحل. انا هخرج من العرقسوس دي في الثانيه دهيت اكون مغير رقصه ثانيه لابس صعيدي وبالعصايتين في دقيقه بمسح ده بظبط الحته اللي في دقيقه بكون جاهز. احنا اتعودنا على كده وده تدريب، لان ساعات في سفريه نسافرها عدد السفريه قليل، مثلا 8 ولاد و8 بنات مفيش غيرنا، وهم الثمانيه دول اللي هيعملوا البرنامج والرقصات ورا بعضها، فلازم نبقى متمرنين على ده. وعايزين نتكلم عن عبقريه محمود رضا في موضوع المسرح ده، هو عامل رقصات ممكن تتعمل ب 12 و12، ممكن تتعمل ب 10 و10، ممكن تتعمل ب 3 و3، هي نفس الرقصه وما يحصلش اي خلل. ما يحصلش اي خلل، يعني لا. النوبه اللي هنشوفها دلوقتي المفروض ان هي 12 و12، يعني 24 الأصل. غير الاثنين السولو 26 واحد على المسرح، فطبعا هنا الاستوديو صغير فاحنا بنقلل العدد. دي عبقريه محمود رضا، دي النوبه اللي هي كل مره بتاخد المركز الاول. أيوة. صح، والجائزه الذهبيه. مش والجائزه الذهبيه، ما هو عبقري. وده فعلا شيء مهم ان احنا نتكلم عنه، فكره انه يبقى الفنان والمصمم عبقري، انه في كل الاحوال انا هقدر اطلع التابلو 100%. العدد بقى زي ما حضرتك قلت 26 بالظبط، العدد هيبقى 10، العدد 4، التابلو هيطلع مظبوط وهيوصل لي النتيجه هي بتاعت ال 26. صح، هو كان كوكتيل على بعضه عبقريه، علي رضا، محمود رضا، علي اسماعيل، فريده فهمي، بابا حسن ابو فريده فهمي، مامه مدام فريده اللي عملت الملابس، يعني كان كوكتيل انا شايف انه مش هيتكرر تاني ابدا. وبعدين مش بس كان بيفكر في حق الفرقه على الراقص، يعني احنا اتكلمنا ان لازم يحافظ على وزنه ولازم ولازم، كان دايما محمود رضا يقول لنا في حقوق للراقص كمان على الفرقه، يعني لما يكون راقص مثلا قديم قوي وفي ومش مستواه، مش طبعا في فروق فرديه فمستواه مش ان هو بطل الفرقه، بس هو راجل ملتزم وراجل قديم، ويعني فكان يعمل لهم مثلا في الرقصه سولو صغير مخصوص عشان الشخص ده، فيقدر كده بيحصل على تقديره المعنوي بالظبط، يحس بنفسه وبفنه وبدوره جوه الفرقه، مش انه في حد تاني بالزبط. كان يمكن احدث مني بس اصبح هو رقم واحد. لا انت برضه هتاخد حقك بالظبط. فازاي خلط بين العبقريه الاداريه بقى مع العبقريه الفنيه، دي حاجه بقى يعني محمود رضا. هو فعلا محمود رضا.